طول سيرة، ومعنا بعد شوي باسم افغالي بمناسبة بدء عروض مسرحية مجنون ليلى الأسبوع المقبل. مانيل ملاط وكريستيان أبو عنا شركاء بشركة كاتس برودكشن وحبيبين بالمسرحية، بلشنا معهم قبل الإعلان، وبينضم لنا هلأ مؤلف أغاني وموسيقى مسرحية مجنون ليلى إليو كلاسي. أهلا وسهلا فيك إليو. عم نحكي من أول الحلقة وحلم برودواي. برودواي كتعريف شو يعني برودواي، وهل ممكن تعرب هالنوعية من الموسيقى؟ برودواي هو منه ترم لمسرحية، هو اقتبس بعدين من ورا نيويورك، بس اتس ميوزيكال. برودواي بعدين قد هو شارع، هو شارع، هو مش هيك شارع، يعني 41 مسرح ببرودواي. وبرودواي بيعتبر بس يكون في اكثر من 500 كرسي بيصير برودواي، في يكون حده مسرح ثاني بسموه اوف برودواي اللي بيكون اقل من 499 كرسي. وعادة بيكونوا مسرحيات اصغر، برودكشن اصغر او مبتدئ. ايه 100%. بس هو الترم بعدين بيصير مثل لقب. لقب اتس برودواي شو، يعني لازم يكون بس ميوزيكال غنائي. صح، ديفينتلي. هي الشيء اللي بيميز ميوزيكال عن حيلا مسرحيه ثانيه هي الموسيقى. يعني كل شيء بيكون مغنيات، الموسيقى هي بتعمل القصه، هي it emphasizes on the emotions، بتركز على المشاعر من خلال الموسيقى. بس هلا الشيء اللي ما كنت اعرفه يعني هيك عم بكتشفه، انه انا دائما كنت مفكر اوف برودواي مرتبطه انه العمل بيكون مثقف اكثر، انت عم بتقلي لا، اوف برودواي مرتبط بعدد الكراسي. صحيح، هو برودواي بيعتبر قد ايه في عدد كراسي او لقب، يعني عاده بتبلش ميوزيكال بعدين بتصير برودواي ميوزيكال، بس يصير لها تاريخ ولها هيبه تصير برودواي ميوزيكال. هل يعني مش جار موسيقي؟ لا لا، كيف الاوبرا، هي كلهم جايين من الاوبرا، بس بلشوا نغني المسارح. نعم، سو بلشوا اقتباسا من الاوبرا للاوبريتا كازينو لبنان. كم مقعد فينا نعتبره برودواي؟ فينا نعتبره اهم من برودواي كمان. بالموسيقى لقطت يعني برودواي عدد، يعني اذا بلش كمسرح وعدد كراسي بس انتهى اليوم ليكون فكره، ليكون شو، ليكون عمل كبير، ليكون استعراض، ليكون كل يعني كل اضواء واثاره هوليوود. هل هيدي الروح قدرت تلقطها من خلال موسيقتك بهذه المسرحيه؟ بلا شك بلا شك، نحن كلنا هون ربيانين على عوايد وكلتشر تبعنا، مثل كانه عم تقول لواحد اجنبي احكي عربي، كيف ما كان رح يحكي يمكن يصير كثير شاطر بالعربي بس ما رح تكون لغته الام. سو نحن بهيدي التجربه تبعنا عم نجرب قد ما فينا نقدر نلبس هيدي الثياب لاوقات كيف بتبقى مخيط عليك، بتبقى بتقول كثير حلوه عليك، بس نحن بلا شك مش قادرين ننافس او نقول نحن ربا بلبنان، بس نحن بلا شك ان شاء الله قادرين نأدي شيء كثير حلو وعلى مستوى مثل ما الكل. نحن كلنا مبسوطين. طيب نحن بلبنان بالموسيقى في شيء فينا نكون ربا فيه كنوع موسيقي غير الموسيقى التراثيه اللبنانيه؟ يعني عم بحكي اذا بدنا نربطها بمسرح الغنائي، هل في تجربه بالمسرح الغنائي بتعتبر انه قدرت توصل لشيء بيشبه تعمل جانر يعني مثل برودواي؟ اكيد، يعني ما فينا نركض بيت الرحابنة. نعم، قدروا يعملوا هذا الشيء بامتياز. نعم، قدروا خلقوا شيء. نعم، بيشبه برودواي مسرحيات الاخوان الرحباني او لا. غير جانر؟ لا، اتس ميوزيكال. نعم، مغنيات بس كمان هي خلطه. شو بينقصها يعني يعني نحن الاكثر شيء اللي بنعرفه بالمسرح الغنائي الاخوان الرحباني، شو اللي بينقص هالمسرح لنكون برودواي؟ وعم بسالك هذا السؤال لنفهم برودواي اكثر. ايه الاستعراض، السيرك، الضخامه اكثر. لا مش بالضروره، مش بالضروره، يمكن ستايل تبع الغناء، يعني اللي نحن بنربطه فيه هو ستايل، او يعني بتضل هيدي اتس ميوزيكال، هي مسرحيه غنائيه. نعم، كل المسارح غنائيه، بس شو ستايل تبعها؟ برودواي هو فيه اكثر، بيبقى جاز، بيبقى بوب، بيبقى عرفت كيف؟ هيدا مش ضروري، بس هيدا الجو. نعم، الاجنبي، يعني البرودواي هو منه تيرم بيركب على كل شيء. نعم، طيب هل جو قدرت تلقط روحه بالعربي؟ كيف؟ دائما كنا نقول للشباب، وكنا دائما على كل غنيه نحط وقت عليها نقول هل هذا شيء صبناه ولا ما صبناه؟ لانه دائما كنا نحكي في خط رفيع بين انه نعمل شيء حلو وجديد وفي نعمل شيء جديد وما يعجب كل الناس. صح، في خط رفيع دائما بين هيدا الوضع. سو ان شاء الله يعني الاراء مجموعه انه شيء حلو. اصواتنا اللي هيك بتحسها مطوعه اكثر لتغني موسيقى اجنبيه، هل بالعربي يعني جربت تاخذهم لاماكن جديده من خلال الالحان؟
صراحة ما واجهت مشاكل معهم من هالناحية. كان عندنا شوي مشاكل أكيد، شوي باللفظ، شوي بالأداء، لأنه معودين وشاطرين كثير بالأجنبي. نعم. مثل ما هلا كنت سبقت وسمعتك عم تحكي معهم انه ما كانوا مغنيين. نعم. مغنيين عربي من قبل بكثير. نعم. سو بس كانت هيدي المشكله، بس ادائيا وتكنيك واصوات. نعم. وهذا وباللفظ العربي مين اسوا؟ منال. ثانكس اديو. شكرا لضميريا. مثلا بشو؟ قاف، صاد، ضاد، مجنون. بتصير مشنون. انا حفل شوي برجع. ليك تخبرون ليش عندك النزعه؟ النزعه لا النزعه هي لا توصلت على لبنان يعني. لا هي فيك تخبرنا كيف اول مره غنتها لو فينا يا مشنون؟ يا مشنون ما عم اسمع غيرها هلا. يا مشنون مش انا. يا مشنون بصراحة بتذكر تفاجأت. لا كان شيء حلو كثير فعلا يعني. إذا طيب هو عمل فانتازيا ضايع بين الزمان والمكان، بين برودواي وبين الصحراء العربية بالعصر الجاهلي. شو كان أصعب شيء بكتابة النفس الموسيقي بالنسبة لك؟ وأنت يعني لوين كنت حابب توصل 100% بموسيقتك؟ كنت حابب أوصل بمحل رح لك إياها من الآخر، المستمع يفل حافظ شيء، يفل حافظ ولانه غنية ولانه جملة موسيقية ولانه كلمة. وهيدي لها تكنيك. اوقات مش كل مرة اللحن بيطلع احلى لحن او الغنية بتطلع احلى غنية او الكلمة، بس هي يمكن التكرار تبعها. سو كنت باهمها، كان اهم اذا بدك عامل كان عندي وعبالي اعمله، هو كل الاغاني يشبهوا بعضهم او عندهم روح وحدة، وعم تسمع بتحس بس توصل على ثالث غنية انه انا سامعها هيدي وين. تقول انت ما بتعرف، بتوصل على 17 غنية بتقول سمعتهم بس ما بعرف في هوية وحدة يعني. في هوية وحدة. وهيدي كم غنية؟ 25. 25 غنية كله عربي ما دخلته؟ كله عربي، بس الستايل منه عربي، مش كل شيء عربي، في عربي وفي غير عربي. وبين الخلطة شو؟ بوب، فيوجن، جاز؟ أكيد جاز. إذا ما نسميه برودواي ستايل، اللي هو كثير صار كل العالم إذا تقول برودواي بيعرفوا أي ستايل عم نحكي عنه. لايزا مينيلي يعني. إيه البيج باند. البيج باند ستايل وهو الأخبار. وعنا أكيد سوفت جاز، عنا العربي العربي. في طرب كمان مش طرب بس في العربي طقم بسيط. ايه طيب هي الفكره، اللفظ العربي بيزبط على هالنوع من الالحان؟ ما في مشكل. ايه او غيرت بالكلمات لتزبط الموسيقى؟ لا طبيعي، بكل غنيه الكلام بيروح وبيجي واللحن كمان بيروح وبيجي، يعني باك اند فورث تتزبط الكلمه على اللحن او اللحن على الكلمه. نعم. تو سامبلما يعني اكيد. نعم. ولو فينا اللي يعني انا صار لي اول ما سمعتها على الانستغرام صرت يعني بحسها دائما براسي عم تلعب من دون ما كون حافظ الكلمات. هي اجمل غنيه بالنسبه لك بين الاغاني او من اجملهم؟ لا مش اجملهم، من اجملهم. نعم. بتعتقدوا هذه الغنية رح تنجح من برات المسرحية منال؟ صراحة ايه، بشوف انه شو لانه ديجا هلا يعني مثلا الجمعة 10 ايام نازلة وكثير ناس عم بتفاجئ انه عم بغنوها، وهن يعني عم بغنوها مش ليسمعوني يعني، انه هيك عم بغنوها هيك، وانا انه عن جد حفظتوها لحقته. فانه هذا الشيء كثير بيبسطني، وبحس مثلا هالغنية كثير خارج فيرست دانس مثلا لعرس او شيء يعني كثير. نعم. ايكون بتصير. نعم. اذا واحد ما بيعرف هيدا يعني اذا عم يسمع المسرحيه على اوديو يعني مش بلبنان او مش عارف جغرافيا هو وين، والموسيقى والكلمات ما بيعرفهم، او انسى الكلمات، اذا عم يسمعها بس كموسيقى، في يعرف انه هيدا من لبنان او من الشرق الاوسط، او في يفكرها جايه مثلا من نيويورك او من باريس؟ لا اكيد ما راح يفكرها جايه من نيويورك. راح لانه فيها النفس اللبناني اكيد. نعم. فيها نفسنا، فيها نفس يعني كل نفس كل واحد منا موجود. نعم. ما انت بس تقول النفس اللبناني بمين مأثر انت من اللبنانيين يعني باللاوعي تبعك مين في عم بيغني براسك؟ ضيفك جمعة الماضي زياد الرحباني، وعامل له هيك شيء يعني بتعرف مثلا حاطط شيء انه بتقول هيدي شيء هيك مثل تحيه مني لزياد سريه بس انت بتعرفها؟ كالحين اكيد في تاثير، اكيد في تاثير. هلا ما في غنيه او ما في لحن. نعم. بس اكيد في تاثير. نعم. شو اصعب شيء منال بهالنوع من الاغاني؟ يعني اذا انت برعتي بالجاز بالروك بالبوب بالستيل اللي بتغني اليوم عم تغنيه بالعربي وبنفس عربي، هيدي النقله شو اصعب شيء فيها؟
صراحة ما حسيت انه فكرة انه عم بغني عربي اغاني والحان جديدة لون جديد، مش هون حسيت الصعوبة اكتر من انه يعني المسرحية هي ككل، يعني انا عم بغني اول شيء بالعربي غير لون وعم بمثل وعم برقص بنفس الوقت، فهيد بحس هون التشالنج اكتر، بس مش كانه مغنى العربي لانه صار لي فترة عم بغني عربي. اكيد اكيد يعني كلنا بنتمرن وبحب يعني there is passion بالعربي. وهي شو اجمل شيء بهذه المسرحية يعني للي رايح بده يحضر، شو على شو بدك يركز او شو بدك يشوف بالمسرحية؟ الصراحة بده الواحد يلحق على كل شيء، لانه وين ما تطلع في شيء عم بيصير، يا عم تقشعه يا عم تسمعه. انا بدي ارجع اعيد انت بيسكلي شو قلت عن قصة الاغاني، لانه عن جد بلا ما تعرف الغنية بس بتحفظها دغري، وهالكونتينيتي كوستيومز واصلين واصلين، ما هيك في كثير قصص، القصة الادابتاسيون. نعم، الملابس هي لباسم فغالي اللي عم بشارك معكم كممثل وايضا انت راضي عن الملابس تبعك؟ في شيء عبي يعني استحيت تقول له اياه شخصيا على بالك توصل له اياه؟ لكن الصراحة انا كثير بيكي، يعني عندي نظرة مخرج محل حتى لو انا بس ممثل، صراحة ابدا يعني كل ما نشوف كوستيوم جديد كل ما بس انه نقول ايش هالجني انت، يعني ما بكره حتشوفه حتشوفه نعم. بتعرف شو قصدي. وراضية منال على ثيابك او مور ذان راضية؟ كثير كثير عن جد، لانه اوقات يعني بلا يعني مش انه قعدنا وحكينا مع باسم وكل شيء وهيك، يعني هي اندرستود فهم كل شيء كل شيء نعم. يعني كل كوستيوم هو قصه فيلم لوحده صراحه. نعم. اليو انت اللافت انا ما تعرفنا عليه من اول، على بالي كمان اتعرف عليك، يعني انت جاي الى المسرح من عالم مختلف، انت دارس الميكانيك، مهندس ميكانيك، ودخلت عالم الموسيقى كيف؟ بالصدفه او هي هوايه او اهلك ما خلوك تعمل موسيقى يعني كان طردي؟ بالعكس هندسة. هي بالعكس. نعم. بلشت الخبريه من كان يعني كنا نحن صغار نحن كلنا بالبيت تعلمنا موسيقى. كلنا تعلمنا كلنا 10 سنين 15 سنه هيدا ما حدا، كنت انا صغير بالبيت سو بقيت فتره بتعرف هيدي عمر 13 14 كله بدي وقف موسيقى وما بدي بقى عامل وبدي روح وبدي جزر اصحابي عم يظهروا انا عندي جاي عندي الاستاذ بعد الظهر ما شفتي سو تركت فليت سنتين بيجي بتذكر الاستاذ بيقول لامي انه ما يخليه يوقف وبين امي وبي لا وممنوع توقف ووقف وما توقف هذا رجعت على عمر 16 بتذكر صرت انا مني لحالي جبت استاذين على البيت ورجعت رحت على الكاسليك رجعت من بعد الكاسليك اخذت ثلاث اساتذه بريفي على البيت سو ات واز هيدا وبعدين كفت يعني من وقتها شيء عمري 16 17 سنه وكفيت بالهندسه يعني 100% بالهندسه او ايه كمان مصريتك من الهندسه يعني وبتصفن على الموسيقى شفتي هيك شيء. طيب رجعت الى لبنان مؤخرا، صحيح انه روي خوري مخرج هالعمل هو اللي رجعك وانت كنت مسافر وبقيت كرمال هالمسرحيه، كيف؟ صحيح. وفي كذا عامل، مش ما رجعت بس كرمال المسرحيه، في كذا عامل. بقيت ثلاث سنين بلوس انجلوس كنت عملت الماسترز تبعي بالفيلم ميوزك ميوزيك ذا فيلم وبقيت من بعد سنتين ماسترز اشتغلت سنه من بعد كذا استشاره وكذا حدا بالاندستري كان في نصيحه انه يا بتبقى هونيك وبدك تعيش ستراجل عالي جدا وبرسنتاج عالي تنجح وبرسنتاج عالي تفشل كمان يضيع من وقتك ولقيت هيدي الاوبرتونيتي كثير حلوه ارجع على لبنان ولانه اقعد هالفتره ست اشهر صار لي تقريبا حوالي 8 اشهر بلبنان انه نشتغل على هيدا البروجي واقدر انطلق منه يمكن ما بعرف وين وناوي ترجع تسافر؟ باك اند فورث روح وارجع بس مش استقر هونيك ولا تستقر بلبنان بلا يعني اكيد في محل بدك تستقر فيه بلاحق نعم بتعرف هذه ازمه يعني كل جيل من اللبنانيين اللي بحسوا حالهم انه ما فيهم يبقوا بلبنان لانه احلامهم اكبر من لبنان وبنفس الوقت برا الفرص يعني مش موجوده مثل ما بنعتقد انه الواحد بيمشي برا وبيكون عم بيلم مصاري عن الطريق صحيح بقى انت عايش هيدي هيدا الديلان ايه نعم شو مشاريعك الجايه بعد المسرحيات تخلص وتسافر او عندك شيء ثاني عم بتفكر فيه؟ في عندي ان الله راد شيء ثاني ان شاء الله لصيفيه الجاي نعم كمان مشروع يا بضمن حفله والبومي نعم مانيلو كريستيانو ناطريكم طبعا الاسبوع المقبل بثلاث عروض من مجنون ليلى بس ما بعد مجنون ليلى الحياه مستمره كريستيانو انت شو عندك مشاريع؟ في كثير بروجيات اخراجيه اكثر اكثريتها يعني نعم مثل
بروجيت قصص تي في اكثر يعني قصص بعدنا عم بالفاز البايلوت وان شاء الله مجنون ليلى ما تخلص تغرب بعد الكازينو يكون ضل في قصص عروضات شيء. مانيل شو مشاريعك؟ بعرفك رايحه على واشنطن عندك شيء بواشنطن شهر الجاي اخر ايه مضبوط بنوفمبر 3 عندي حفله بواشنطن دي سي مع ار ام اف رنا معوض فاونديشن اللي هي هيومانيتيريان يعني مؤسسه وانا صار لي فتره معهم يعني هالسنه عم نعمل كونسرت بواشنطن دي سي ومن بعدها ان الله راد مثل ما قلت ماي سونغ فاينلي الغنيه السنجل اول السنه عم الله راد شو بالعربي؟ بالعربي اكيد ومن هلا لوقتها عبالك تشتغلي بنشر اغاني هذه المسرحيه او هو الاغاني بتحسي يعني مثل الميوزيكلز بيبقوا مع المسرحيه ووحده ممكن تصير يعني هذا ايكونيك وحده ويمكن اكثر من وحده بعتقد نعم لاني بحبهم كلهم بس لا اكيد يعني جزء من المسرحيه لانه بالنهايه بعتبرهم هول مثل كانوا البدايه واغاني خاصه بدي اتمنى لكم كل التوفيق استراحه ومن بعدها بينضم لنا باسم فغالي مع مخرج العمل روني خوري وايضا مع المنتجه نايلة الخوري استراحه وبنرجع